أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مع صباح جديد، وبالتالي حلقة جديدة من هذا الصباح على الهواء مباشرة مع حضراتكم دلوقتي ولمدة ساعتين من الآن مشاهدينا الكرام من مصر ومن كل مكان في العالم على شاشة أكسترا نيوز. أهلا بكم. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة بس قبل ما نبدأ أن أنا أرحب بزميلتي الغالية سارة سراج. صباح الخير عليك يا سارة. صباح الخير عليك يا باسم، وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام مشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان. رسائل هامة جدا طبعا أرسلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال حضور فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الصناعة السنوي، وتحدث فيها بكل وضوح عن دور مصر خلال الأزمة المستمرة في غزة، وده اللي هنحاول نقرأ سطوره ونتعرف عليه بالتفصيل من خلال فقرتنا النهاردة. بالتأكيد الأزمة كمان في غزة تحديدا هتكون محطة رئيسية في برنامجنا النهاردة، هنستعرض خلالها كل ما يخص هذا الملف سواء من جهود دبلوماسية مكثفة للقيادة السياسية، الجهود الخاصة أيضا بالمساعدات الإنسانية وملف إطلاق سراح الأسرى. كل ده هيكون إلى جانب محطات أخرى متنوعة بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة. وختاما زي ما تعودنا هيكون لينا جولة مع أهم عناوين الصحف من خلال فقرة الصحافة. اسمحوا لنا نبدأ هذه الحلقة زي ما تعودنا مع أبرز العناوين. وقف التصعيد ونفاذ المساعدات إلى غزة، أولوية مصر في مباحثات الرئيس السيسي وزعماء العالم. Foreign policy، لا يمكن للعالم إنهاء الحرب في غزة بدون مصر. الرئيس السيسي: أطمئنكم لا أحد يستطيع إيذاء مصر. بمجمعات ومدن صناعية قاطرة التنمية تتحرك للأمام. وأخيرا قراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. احنا نبقى دايما مع بعض، دايما كتلة واحدة. أرجى الناس وأكثر الناس كرامة وكبرياء الصعيد. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية. بس انتو انتو صمام الأمان لمصر شعبا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هنبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا من الاتصالات المكثفة اللي بيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الدوليين والقادة أيضا في ظل الأحداث المتصاعدة والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. كان من بينها اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي بالأمس من سكرتير عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش. المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافي. أيضا ثمن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الجوهري اللي بتلعبه مصر في هذا الملف، مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار.
كما تبادل الرئيس السيسي في اتصال هاتفي من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وجهات النظر حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وخطورة استمرار التصعيد الحالي. وعلى هامش فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالأمس، وجه السيد الرئيس السيسي رسائل مهمة أكد خلالها على أنه لا أحد يستطيع إيذاء مصر، وأن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التي يحتاجونها. وقال إن سياستنا ليست قائمة على الغدر أو الخسة أو التآمر، ولا تحركنا المصالح، بل هدفنا البناء والتعمير، مؤكدا حرص مصر على استقرار المنطقة. هنتعرف على المزيد عن رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في سياق العرض التالي. مشاهدينا، لمزيد من القراءة لتلك الرسائل الهامة ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. يمكن عايزة أبدأ بكلمة السيد الرئيس امبارح، عايزة أركز على ثلاث رسائل أرسلها للشعب المصري مخصوص، منها مثلا كلمة ما تخافوش، منها كلمة ما حدش يقدر، ومنها كمان خلونا نشتغل ونبني ونعمر. قراءة حضرتك لتلك الرسائل إيه يا فندم؟ يعني هي كلمة السيد الرئيس بالأمس كانت إعادة تأكيد على الرسائل اللي بيؤكد عليها دايما في كل الكلمات السابقة منذ بداية التصعيد. يعني السيد الرئيس بيرسل رسالة طمأنة للداخل أن مصر تمتلك القدرة والقوة لحماية سيادتها. أيضا بيرسل رسالة للخارج بيؤكد فيها على الترابط والتكامل والقدرة أيضا بين مكونات الشعب المصري، سواء كان المكون الشعبي أو المكون العسكري. أخيرا الرسالة الثالثة اللي أكد عليها بالأمس هي أنه يعني التأكيد على الاستقرار، وعلى أنه الجهود التنموية اللي بتقوم بها أي دولة لابد أن يعني يصحبها الاستقرار في المنطقة بالكامل علشان نقدر نوصل للأهداف التنموية اللي بنسعى إليها. وده طبعا يعني ظاهر ليس فقط في كلمات الرئيس، ولكن أيضا في الجهود اللي بتقوم بها مصر منذ بداية التصعيد. يعني احنا عندنا مجموعة من الجهود والتأكيد أو التركيز الكبير للدولة المصرية خلال الفترة الماضية جدا الحقيقة، كان بيركز على يعني جهدين: الجهد الدبلوماسي في التواصل مع قادة العالم الخارجي والدول، خاصة الدول الغربية اللي كانت داعمة لموقف سلطات الاحتلال،
وأيضا التأكيد على موضوع المساعدات الإغاثية. وحاليا يعني احنا شايفين التقدم الكبير في يعني النتائج اللي بتسعى إليها مصر خلال الفترة الأخيرة. شفنا انه كان في جهد مصري لتوحيد موقف عربي تجاه القضية، بداية من رفض عملية التهجير القاتل للفلسطينيين او طرح سيناريو لتوطين الفلسطينيين في سواء كان في سيناء او في الأردن. تبعه يعني تبع الرفض المصري رفض عربي، واخيرا يعني وصولا الى المشروع القرار العربي اللي تم الموقع عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة. يعني الموقف العربي بقى موحد أكتر، ولكن يعني احنا بنواجه أو الموقف العربي ده بيواجه بشيء من التردد الغربي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. دول أوروبا بالرغم من أنه هناك يعني تظاهرات في الشوارع والعواصم الأوروبية، إلا أنه الحكومات يعني في أوروبا ما زالت غير قادرة على المطالبة بشكل صريح بالوقف الفوري لإطلاق النار، ويعني بتدعم الرواية الإسرائيلية والأمريكية بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال أو قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هو حق الدفاع عن النفس ضد حماس، ولكن يعني كما أكد السيد الرئيس أنه ما تقوم به إسرائيل في الوقت الحالي تجاوز حدود الدفاع عن النفس، وأكد على ذلك أيضا الأمين العام للأمم المتحدة يعني بينظر إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن على أنه وضع إنساني كارثي يستوجب وقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية. طيب أستاذ محمود، برضو هذه الكلمة وما صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، إذن هنرجع تاني لهذه الكلمة أنه لا أحد يستطيع أن يقوم بإيذاء مصر، أن مصر دولة قوية، أنها دولة يعني قادرة على حماية أمنها القومي، وأيضا أنها يعني دولة لا أحد يستطيع أن يمسها بسوء. هذه الرسائل لطمأنة الداخل أم ربما هي رسائل أيضا للخارج في ظل المحاولات الحثيثة يعني إرغام دول الجوار دعنا نقول على سيناريوهات هي لا تقبلها بالأساس وترفض حتى مجرد فكرة طرحها وبحثها؟ يعني زي ما اتفقنا أنه الرسالة كانت للداخل أنه العمل احنا لازم نشتغل علشان نستمر في الجهود التنموية اللي بدأت من 2014. والرسالة الأخرى هي كانت زي ما قلت في البداية أنها رسالة للخارج، احنا القدرة أو قوة الدولة المصرية على حماية مصالحها في المنطقة ملهاش حدود في ظل القدرة، يعني مش عايز أنوه أو أشير إلى القدرة العسكرية أكتر، لأنه زي ما احنا عارفين الجيش المصري وترتيبه في وسط جيوش العالم عامل إزاي، والتطوير اللي شهدته القدرات العسكرية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية على المستوى القوات الجوية والبحرية وأيضا يعني القوات البرية، كل ده إشارة إلى أنه مصر قادرة على حماية حدودها وحماية مصالحها في المنطقة. أيضا حماية المصالح دي لا تتوقف على القوى العسكرية، ولكن أيضا يعني الدعم الشعبي الغير مسبوق أو يعني غير مشكوك فيه بالنسبة للدعم الشعبي للقيادة السياسية والقوات المسلحة في مثل هذه الظروف. أيضا كان السيد الرئيس بيؤكد على أنه العمل والبناء والتنمية هي السبيل لحفظ المصالح المصرية. بالتأكيد. طيب بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، الأستاذ محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا لك. مشاهدينا هنروح لفورين بوليسي، وهي صحيفة أمريكية نشرت مقال مهم لمدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الكاتب جون ألزمان، قال فيه إن العالم لا يمكنه أن ينهي الحرب في غزة بدون حضور مصر، وأكد الكاتب في مقاله أن مصر لاعب أساسي في المنطقة نظرا لما تمثله من ثقل ونفوذ، بالإضافة لدورها التاريخي عبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وركز الكاتب على أهمية سيطرة مصر على معبر رفح لكونه نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، واعتبرها شريان حياة لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
للمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية. دكتور جهاد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين الكرام. صباح النور يا دكتور. اسمح لنا نبدأ من هذه الكلمة، يعني صحيفة Foreign Policy هي صحيفة قديمة، وأيضا المقالات أو ما يتم كتابته فيها بيتم تناوله بعناية شديدة، وبالتالي هذه الكلمة أنه العالم لا يمكنه أن ينهي الحرب في غزة بدون حضور مصر وباعتبارها لاعب أساسي في هذا الأمر، يريد حضرتك تسلط الضوء على هذه النقطة إذا سمحت. يعني منذ البداية الكل يدرك حجم ومكانة مصر في كلاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط، بل تعتبر هي رمانة الميزان في المنطقة الشرق أوسطية لما تتمتع به من ثقل سياسة ومن حضور في كافة القضايا التي شغلت المنطقة بأسرها وما تتمتع به من علاقات مع كافة الأطراف في المنطقة. لذلك شاهدنا على مدار تاريخ القضية الفلسطينية مصر دائما كانت حاضرة في المنطقة، وكانت دائما حاضرة في أتوم القضية الفلسطينية بشكل أساسي، ونستطيع القول بأنها هي شريك للشعب الفلسطيني في قضيته، وهو الأمر الذي دائما نؤكد عليه بأن مصر شريكة في القضية الفلسطينية وليست وسيطة كما يعتقد البعض أو يحاول البعض الترويج له. من هنا جاء الدور المصري أولا لثقة الشعب الفلسطيني بمصر بكافة الفصائل وبالقيادة الفلسطينية، ثقتهم بالقيادة المصرية وبمصر، هذا من جانب. من جانب آخر مصر تستطيع أن تتحدث وتستطيع أن تنقل الرسالة وتستطيع أن تضع الأمور في نصابها الحقيقي وأن تضعها على الطاولة. شاهدنا في الفترات السابقة أثناء العدوانات التي كانت تشن على قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في المسجد الأقصى، كيف كان التحرك المصري للجم هذه الاعتداءات أو العدوانات ومحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني، وكانت الوساطات المصرية في كل مرة هي التي تنجح وهي التي توقف العدوان في المنطقة وعلى القضية الفلسطينية. لذلك عندما ذهب الكاتب ليتحدث بأن لا يمكن حل القضية الفلسطينية دون أن تكون مصر حاضرة على الطاولة، دون أن تكون مصر مشاركة في هذا السياق، هو صادق في هذه النقطة، لأن مصر بتاريخها بمكانتها هي التي تستطيع أن تصل إلى الحلول القادرة على التعايش والقادرة على تحقيق نتائج إيجابية بعيدا عن حالات التوتر أو بعيدا عن فكرة المناورة السياسية التي تستخدم. ومن هنا إذا نظرنا إلى المواقف الأخيرة التي جرت أثناء العدوان هذا الجديد، نستطيع القول بأن مصر هي التي استطاعت أن تحرك الدفة سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي بشكل كبير من خلال حالة التحرك ومن خلال الفكر والحنكة التي تمتعت بها القيادة المصرية في هذا السياق. ورأينا كيف استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوقف المخطط وفي نفس الوقت أن يستطيع أن ينقل رسالة للعالم مضمونها بأن ضرورة حل القضية الفلسطينية، ضرورة أن يكون هناك حل للمشكلة من جذورها وليس معالجة للأعراض، أي بمعنى قضية فقط المساعدات، وإنما ضرورة إيجاد أفق سياسي. وجدنا قمة القاهرة للسلام والتي استطاعت القيادة المصرية أن تخلق حالة أو حاضنة كما نقول حاضنة للموقف المصري فيما يتعلق بقضية المساعدات، بقضية وقف إطلاق النار، بقضية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى طاولة المفاوضات وينهي الاحتلال. بهذه الحاضنة تمثلت بالدعوة التي وجهها الرئيس في قمة القاهرة للسلام ومشاركة 34 دولة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. هذا الأمر الذي انعكس إيجابا أولا في كلمات وزير الخارجية المصري سامح شكري في مجلس الأمن عندما حاكم في كلمات الضمير العالم الإنساني، وكانت الكلمة هي تعبر عن الموقف الحقيقي باتجاه ما يجري على الأرض تحت الرواية الإسرائيلية الكاذبة والمفبركة والتي بدأ العالم يكتشف مدى كذب وخدع هذه الرواية التي تم تضليل الرأي العام العالمي وبعض الدول في اليومين الأولين للعملية العسكرية التي ابتدت يوم 7 أكتوبر. بدأت مصر تتعامل مع هذا السياق من خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول العالم، لأن مصر
كانت محطة اهتمام قادة العالم ووزراء خارجية دول العالم، لأن من كان يزور تل أبيب أو رام الله كان يجب عليه أن يأتي إلى مصر. وهنا تأكيد لهذه الإشارة بأن مصر هي اللاعب الأساسي أو الرئيسي أكيد في هذا الموضوع. طيب دكتور جهاد، استكمالا لكلام حضرتك ودور مصر الكبير في هذه الأزمة، تطرق كمان المقال لأهمية سيطرة مصر على معبر رفح. قراءة حضرتك إيه للنقطة دي بالذات، خصوصا إن إحنا دلوقتي يعني من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي جهود كبيرة جدا بتقوم بها الدولة المصرية لإيصال المساعدات المختلفة الطبية والغذائية وغيرها لأهالينا في قطاع غزة. يعني هذا المسار الآخر الذي عملت عليه مصر منذ اللحظة الأولى بخلاف المسار السياسي الذي انطلق بكل اللقاءات وما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي وصولا إلى قطاع الأمم المتحدة على مسار المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، كان هناك قرارا من قبل القيادة المصرية ومن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استنفر كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتكون مشاركة في مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته ومحاولة فتح ممرات إنسانية لإغاثة هذا الشعب وتوصيل الإمكانيات. فشاهدنا جميعا حجم المتطوعين الذين كانوا يقفوا على الجانب من على معبر رفح من الجانب المصري والذين وصلوا الليل بالنهار لأجل محاولة إيصال المساعدات. لذلك أعتقد بأن ما يتعلق بقضية معبر رفح الذي يعطل معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري، وإنما الذي كان عطل عمل معبر رفح هو الاحتلال الذي قام بقصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح وأراد ألا يتم إدخال المساعدات أو ألا يتم استمرارية فتح معبر رفح، لأن معبر رفح حتى اللحظة مصر أعلنت أكدت في كل مناسبة بأنها هي لم تغلق معبر رفح، وإنما الذي استهدف معبر رفح هو الاحتلال. قضية السيطرة على معبر رفح فيما يتعلق بهذا المقال، نحن ندرك جيدا بأن مصر تحافظ على القانون الدولي، مصر تلتزم بالقانون الدولي، وهنا حتى لا تكون العبارات فضفاضة في هذا السياق، مصر حريص على تنفيذ القانون الدولي، مصر متمسكة بالقانون الدولي، ولذلك مصر عندما تقوم بإدخال المساعدات هي تدخل مساعدات في السياق القانوني، في سياق المساعدات الطبية الإغاثية، كل ما يتعلق بهذا السياق دون كما نقول كلمات الغمز أو اللمس في هذا الاتجاه، بعيدا عن تلك المحاولات التي تحاول التشكيك في لحظة ما أو إثارة الشكوك في لحظة ما. مصر دولة ذات سيادة، لها من المكانة ولها من القوة ولها من كل ما يتعلق بممارسة سيادة الأمور على الدولة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية على كل هذه التفاصيل وهذه القراءة. لسه مستمرين مع حضراتكم مع هذا الملف، ومن اللحظات الأولى لبدء التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم 7 أكتوبر الجاري، لم تتوقف مصر عن دورها التاريخي في السعي نحو تحقيق السلام والتواصل مع الجانبين والشركاء الإقليميين وأيضا الدوليين من أجل وقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخلت مصر على خط الأزمة على الفور وكثفت اتصالاتها الدولية والإقليمية من أجل احتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. كذلك لم تتوقف الجهود المصرية الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. أصبح مطار العريش هو محطة استقبال طائرات المساعدات اللي بيتسلمها الهلال الأحمر المصري فور هبوط كل طائرة، بيتم تفريغها ونقلها وتجهيزها كي يتم نقلها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، حياتي لحضرتك. تحياتي ليك يا دكتور. ومطار العريش دلوقتي محطة أساسية طبعا لإيصال المساعدات لقطاع غزة، عايزين نعرف المشهد هناك دلوقتي إيه وأهم المساعدات اللي وصلت من مختلف دول العالم لمطار العريش. يعني بداية أحب أقول حمى الله مصر في البداية وصنع أرضها أبد الدهر وحفظ قائدها الذي جاء على موعد مع القدر فحال بينها وبين تشظي مؤسساتها
وهو اليوم يذود مدافعا عن ترابها مانعا المساس بحدودها. السؤال عن يعني الذي تقدمه مصر وتلك المساعدات والدور الذي تقوم به الدولة المصرية، يعني منذ اللحظات الأولى ومصر كانت يعني تبذل كل ما في الجهد والطاقة لإدخال المساعدات بكاملها، لكن إسرائيل بتعيق وتعطل وتضع الإجراءات البيروقراطية، كما أكد وزير الخارجية البارحة أنه تمت إجراءات وهذه الإجراءات وهذه البيروقراطية التي تعيق وتعطل نفاذ هذه المساعدات، لكن مصر حريصة على نفاذ هذه المساعدات الإنسانية إلى الإخوة الفلسطينيين. ومصر من البداية لا تدخر وسع عن تهدئة القتال وإطلاق سراح الأسرى أو المحتجزين، وأرادت منذ البداية اصطفاف دولي من خلال قمة القاهرة للسلام للتصدي الفوري لهذه الكارثة. فمصر كانت يعني واضحة منذ البداية، ودائما سياساتها يعني متفقة مع تراثها الحضاري والإنساني والاحترام للقانون الدولي والعمل على الاصطفاف الدولي. لكن الأسرة الدولية للأسف الشديد يعني لا تستجيب لكل تلك المجهودات. مصر دائما ترى ما لم يره الأغيار، ثم يبدأ بقى الجميع ويبدأ العالم في استيعاب ما طرحته مبكرا. طيب في هذا السياق، في هذا السياق يا دكتور طارق، اذا سمحت لنا، انه وحضرتك خبير طبعا العلاقات الدوليه، على مدار الايام الماضيه كان هناك يعني صعوبه في ايفاذ وادخال المساعدات الاغاثيه الضروريه جدا لقطاع غزه، وهناك خبر يعني بالامس كان حتى موجود في الاعلام الاسرائيلي وبيتحدث عن ان هو هيكون في عدد اكبر بكثير من الاغاثات ومن الشاحنات التي سيتم دخولها من خلال معبر رفح بسبب الضغوط المصريه والضغوط الامريكيه في هذا الشان. اهميه الحشد اللي حضرتك كنت بتتحدث عنه، اللي مصر بتحاول ان هي تصل اليه، حشد دولي كبير يرغم ويكون هناك ورقه ضغط كبيره من اجل نفاذ المزيد من المساعدات، يا ريت حضرتك توضح لنا النقطه دي. النقطة دي مهمة جدا، زي ما بتقول بالفعل يعني مصر من خلال هذه المجهودات الكبيرة التي لا تتوقف والضخمة وذلك الجهد الدبلوماسي الجهيد، لأنها يعني كما أكد الرئيس السيسي البارحة أنها تلعب دور إيجابي، يعني هذا الدور الإيجابي لا تتاجر في هذه القضية كما يتاجر يعني معظم، ولكنها يعني تعمل مخلصة في سعيها، وهذه الجهود من أجل إدخال هذه المساعدات وهذه التحركات والاتصالات المكثفة مع الجانب الأمريكي ومع الإسرة من أجل إدخال هذه المساعدات وسرعة إدخال هذه المساعدات. وكما أكد الرئيس السيسي البارحة نقطة في غاية الأهمية، قال إنهم لا يحتاجون يعني 20 أو 40 أو 60، وإنما هم يحتاجون يعني أن تدخل شاحنات تتفق وتتناسب مع حجم المعاناة التي يعانيها أهالينا داخل القطاع. إذن مصر هي حريصة وتعي تماما يعني أبعاد المسألة وأبعاد المأساة، دورها الإيجابي لوعيها المتراكم أن الاستقرار مهم جدا للدولة، أن الاستقرار مهم وأساسي لهذه المنطقة. لذلك كان ذلك الترحيب من الرئيس السيسي بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار وإطلاق هدنة. أيضا مصر دائما تؤكد حرصها على ألا يتسع نطاق الصراع، ولكن كل هذه المجهودات الدبلوماسية المكثفة، كل ذلك الجهد الجهيد من خلال أن هذه الدولة كما أكد الرئيس دولة قوية ذات سيادة لا تمثل، ولكن سياستها الخارجية دائما لا تقوم على التآمر، لا تقوم على الغدر، وإنما تقوم على التعاون وعلى بذل كل ما في الجهد وعلى العطاء. وهذه بالفعل سياسة شريفة نقدر نقول يا دكتور طارق في زمن أصبح في هذا الأمر نادر للغاية وجوده. بنشكر حضرتك على كل هذه المعلومات الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، ألف شكر لحضرتك على وجودك معنا عبر الهاتف.
في نفس السياق هنروح لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللي بيواصل الجهود لإيصال المساعدات من خلال معبر رفح إلى أهالي غزة في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وسعيا لتخفيف حدة أحداث العدوان اللي بيمارسها الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء. وكانت شاحنات التحالف هي أول شاحنات تعبر الجانب الفلسطيني وبتتضمن المساعدات مواد طبية وغذائية وغيرها من المواد الإغاثية. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل عن الشاحنات الموجودة من خلال الأستاذ محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمود، نحب نعرف منك ما هو الوضع حاليا، هناك توقع بالدخول المزيد والمزيد من الشاحنات بداية من اليوم، وهل أثر انقطاع الاتصالات على دخول الشاحنات ومعرفة الاحتياج الفعلي لأهالي غزة؟ صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا انقطاع الاتصالات اثر جدا على دخول الشاحنات. احنا في التحالف الوطني ومن خلال المؤسسات المكونه للتحالف قدرنا نوصل 106 شاحنه، كنا اول ناس موجودين في العريش ثم معبر رفح. تقريبا دلوقتي دخلنا حوالي 70 شاحنه، في شاحنات واقفه دلوقتي عند المعبر. الدخول بسيط جدا للأسف الشديد عشان التفتيش بياخد وقت في الناحية التانية، يعني الأول كان حاجة بتدخل على معبر رفح ثم الجانب الفلسطيني بيفرغ الحمولة وتخش على غزة، دلوقتي بيروح معبر الأوجة وبعدين يتفتش ويرجع تاني على معبر رفح، فده بياخد وقت شوية. احنا كتحالف، احنا كجمعية هرمان ومصر الخير وبنك الطعام وكل الجمعيات المكونة للتحالف بنجهز لقافلة جديدة دلوقتي إن شاء الله تبقى أكبر من القافلة اللي فاتت. منتظرين بس يعني ان شاء الله في يعني سمعت تصريحات امبارح ان الجانب الاسرائيلي قال النتيجه للضغوط المصريه والامريكيه هنزود دخول المساعدات، نعمل ان هم يصدقوا يعني في دخول المساعدات اكتر، لان القطاع ولا 60 ولا 100 شاحنه هيكفوا، القطاع محتاج كل يوم يدخل له 200 300 شاحنه عشان يقدر يعوض الـ 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 الشح في كل حاجه، سواء كانت مواد غذائيه او ادويه او ميه او اي كل حاجه، ما فيش مش موجوده في القطاع يعني للاسف الشديد. طيب استاذ محمود، يمكن مجهود كبير من التحالف الوطني لادخال المساعدات المختلفه لقطاع غزه، وراء اكيد يعني خليه نحل كبيره جدا، شباب مرابط هناك من ايام او اسابيع من هناك يعني موجود هناك عند معبر رفح لايصال هذه المساعدات. عايزين نعرف من حضرتك كده المشهد هناك، الشباب قد ايه بيشتغلوا، اليه العمل هناك شكلها عامل ازاي؟ طبعا اللي يعني احنا كنا اول ناس موجودين، الاول زي ما قلت لحضراتكم في الاول خالص ان القافله توجهت الى محافظه العريش والتنسيق مع الجهات الامنيه هناك، لان دي هناك صعبه جدا جدا يعني امنيا. نعم. رحنا بعد كده بعدها بيومين على معبر رفح. كل الشباب المتطوعين بتوع المؤسسات والجمعيات المكونه للتحالف كانوا موجودين عند المعبر لعده ايام، وصلت الاسبوعين دلوقتي. موجودين حتى بخيام ومرابطين لغايه ما يعني المعبر فتح، ولكن زي ما قلت ان المعبر فتح ولكن الدخول المساعدات بسيط جدا لا يتناسب مع حجم الاحتياجات اللي جوه. وحجم الاحتياجات دي دايما بنقول ان الهلال الاحمر الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري بيدي اولويات لدخول الاحتياجات، يعني الاول خالص كانت اكتر حاجه محتاجينها الادويه والمستلزمات الطبيه اللي هي تخص الطوارئ والجراحه والكلام ده كله، بعد كده المواد الغذائيه، بعد كده أغطية شتاء علشان في ناس هناك قاعدة في خيام دلوقتي وتهجرت من بيوتها وبيوتها تهدد. فنأمل إن شاء الله بإذن الفترة الجاية اللي يبقى فيه انفراجة كبيرة في دخول المساعدات إن شاء الله. نأمل طبعا. ده أستاذ محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب هناخدكم مشاهدينا دلوقتي لأهم أخبار الاقتصاد مع الزميلة جاكلين ماهر. صباح الخير عليك يا جاكلين. صباح الخير عليك يا سارة، وصباح الخير عليك يا باسم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الاقتصادية.
مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن مسؤولي التكتل ناقشوا تنويع مخزونات النفط وتشكيل احتياطي من الديزل وزيت الغاز بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد اجتماعا بدعوة من مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون لتقييم المخاطر المحتملة على الإمدادات في حال أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا. أبقت وكالة مورنينغ ستار تصنيف إيطاليا الائتماني عند 3 درجات فوق تصنيف عالي المخاطر، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من تفادي خفض التصنيف في سلسلة المراجعات المرتقبة. وقد أبقت الوكالة التصنيف مصحوبا بنظرة مستقبلية مستقرة. عادت تقلبات الأسهم إلى سطح الأحداث بعد الإعلان عن توسع العملية البرية في قطاع غزة، حيث شهد مؤشر الأسهم المعياري في الولايات المتحدة أسوأ أسبوع له منذ شهر، فيما هبط مؤشر البنوك KBW إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020. وفي السياق ذاته تراجعت عوائد سندات الخزانة لآجل عامين، ففيما تجاوزت أسعار النفط الأمريكي 85 دولارا للبرميل، وسجل الذهب 2000 دولار للأوقية وسط أحدث التطورات الجيوسياسية. بدأت أوكرانيا في فرض ضوابط أشد صرامة على شركات تجارة الحبوب لتعزيز الإيرادات، وهو تحرك ربما يفاقم صعوبة عمليات التصدير عبر موانئ نهر الدانوب والبحر الأسود. ومن جانبه أكد مسؤول حكومي بأوكرانيا أمس أن مجلس الوزراء سيطلب من شركات تصدير الحبوب والبذور الزيتية إما الحصول على تراخيص أو تقديم سجلات ضريبية تعود إلى ما قبل الغزو. مشاهدينا نعود الآن إلى هذا الصباح لاستكمال باقي الفقرات مع الزملاء سارة وباسم. تفضل يا باسم. جزيل الشكر ليك الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. مشاهدينا الكرام، نروح مع حضراتكم إلى خبر آخر. بالأمس شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، وأكد خلاله اهتمام الدولة بإحداث نقلة كبيرة في المسار الصناعي. شدد أيضا على أن الدولة لا تسعى إلى الربح بقدر ما تسعى إلى توفير مواد ومستلزمات ومنتجات يتم تصنيعها لإعطاء فرص عمل للمستثمرين، وأن الهدف الأكبر هو أن تغطي الصناعة احتياجات السوق المصرية. أكد الرئيس أيضا اهتمامه الكبير بالصناعات التراثية مثل الكليم والسجاد والنحاس وغيرها من الصناعات، خاصة أن أصحاب هذه الصناعات كانوا بيواجهوا صعوبات كثيرة خلال الفترات الماضية. أجرى الرئيس حوارا مع طلاب المدارس الفنية المتخصصة من أجل التعرف على طبيعة الدراسة ومدى الاستفادة منها. هنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الملتقى من دكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. دكتور محمد صباح الخير على حضرتك. يا اهلا وسهلا فندم، صباح النور. اهلا بيك يا دكتور. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على نقاط مهمه جدا في الملتقى امبارح، منها مثلا الاهتمام بمعايير الجوده العالميه، استغلال المواد الخام وتحويلها لناتج، الاعتماد اكثر على الذكاء الاصطناعي وغيرها من النقاط الحياه المهمه جدا لزياده الناتج المحلي. تعليق حضرتك ايه وقراءتك لهذه النقاط؟ زي ما حضرتك تفضلتي، هو رسائل كانت مهمة جدا أطلقها السيد الرئيس امبارح، ومداخلات مباشرة مع المستثمرين. نعم. وصل رسائل مهمة جدا للمستثمر المصري والمستثمر الأجنبي بصفة عامة. ويمكن برضه حضرتك تفضلتي النهاردة فكرة إن الارتقاء بمستوى التعليم الفني وربطه بسوق العمل، ويمكن اقتراح سيادة الرئيس بإنشاء ما يقرب من 100 مدرسة تستهدف سوق العمل الجديد اللي احنا بنتكلم على النهارده، الصناعات المتطوره، بتكلم على صناعات تكنولوجيه كانت جديده يمكن جديده على السوق المصري. فهو ده الاستهداف بعينه، ان انا احول العبء في القوى البشريه ان اخليه قوه وثروه بشريه. فالنهارده يمكن هو ده اللي بنهتم بيه الدوله، بتعول عليه قدر كبير على القطاع الخاص انه يكون شريك اصيل في هذه النقطه، لان هو ادرى باحتياجاته من القوى البشريه وما لديها من مهارات. عشان كده بنقول ربط سوق العمل بالتعليم الفني. من جهة أخرى طبعا كان في رسائل مهمة جدا ان اطلقها سيادة الرئيس، ان هو فكرة التذليل العقبات على المستثمر. ويمكن سيادة الرئيس
اطرح اقتراح ان هو ممكن الدوله تتحمل العبء الانشائي او الاداري اللي ممكن يقابل المستثمر في خطواته الاولى وبيمثل عبء تكلفه ووقت زمن كبير ودوت مش في شكل مشاركه. هي يعني النهارده شكل تسليل عقبات او لوجستيات بتقوم بيها الدوله للتسريع في عمليه دخول المستثمر في عجله الانتاج فعليا. فاعتقد النهارده دوت رساله مهمه جدا لتشاركيه الدوله مع القطاع الخاص، رساله مهمه جدا لان الدوله بتتخارج خطوات بخطوات جديه من العمليه الاقتصاديه، رساله مهمه جدا ان الدوله النهارده بتخلق حاله من التكامل وليس المزاحمه. يمكن هو ده اللي احنا النهارده بنشوفه، ان الدوله بتتكامل مع القطاع الخاص لخلق اقتصاد كبير ان هو يؤثر اقتصاديا على مؤشرات الاقتصاد الكلي في الناتج المحلي الاجمالي في الزياده، لتقليل نسبه البطاله، زياده نسبه التشغيل، الاعتماد على المكون المحلي وتعظيم الاستفاده من مواردنا الغير مستغله. كل هذه طبعا رسائل كانت مهمه وفي وقتها اعتقد ان لمسناها كلنا كمواطنين ومستثمر محلي، واعتقد ان هيكون لها مردود على المستثمر الاجنبي. طيب يا دكتور محمد، حضرتك اشرت الى عده نقاط، يعني سؤالي لحضرتك فيها عن كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدوله لا تهدف الى الربح من خلال المسار الصناعي بقدر ما هي تهدف الى زيادة المنتج المصنع محليا في مصر ووجوده في الأسواق بشكل أكبر. سؤالي لحضرتك عن الربح الحقيقي للدولة المصرية كلما زاد المنتج المصري ووجوده في الأسواق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما هي الأرباح هنا؟ طبعا هو سيادة الرئيس يمكن أكد امبارح وده المقولة صحيحة يعني 100% إن الدولة لا تهدف للربح، الدولة مش شريك العملية الاستثمارية، لكن الدولة بتهدف يعني أبعد من الاستثمار أو أبعد من المكسب القريب. النهاردة بالدولة بتدعم مؤشراتها الاقتصادية، النهاردة بتكلم إن أنا بأتيح فرصة للاستثمارات إن هي تحتل مكانها، وباعتبار إن الصناعة هي قاطرة التنمية زي ما كلنا بنقولها، هي بالفعل هي قاطرة التنمية لأن الصناعة بأغلب مدخلاتها كانت بيتم استيرادها. فالنهارده لما يتم الاعتماد على المدخل المحلي يبقى انا كده دعمت الصناعه الوطنيه ودعمت الاقتصاد المصري. النهارده لما بعظم الاستفاده من الموارد الغير مستغله هو ده خلق قيمه اقتصاديه مضافه غير موجوده. النهارده لما بتيح فرص تشغيل او مشروعات كثيفه العماله، النهارده استغليت القوى البشريه، قللت نسبه البطاله، هي دي كلها مكاسب، مكاسبها اكثر بكثير جدا ان احقق ربح من المشروع، ان انا احقق معدل ربحيه عالي وقت قصير، وقت زمن قصير، دوت ممكن يتم انفاقه في نفس العام المالي. لكن انا النهارده بدور على فكره الاستدامه، ان انا بخلق مشروعات فيها استدامه، فيها جذب رؤوس اموال اجنبيه، فيها استخدام تكنولوجيا، والنهارده بهيئ القوى البشريه ليها ان هي تستوعب هذه التكنولوجيا اللي بيتم استخدامها في الداخل المصري. فالنهارده هي دي الاستدامه اللي تفضل معايا اللي قدامي، ان هي دي الربحيه اللي بتهدف لها الدوله، ان هي تدعم مؤشراتها الاقتصاديه الكليه في كافه قطاعاتها وليس في قطاع ربحي مالي فقط. بالظبط، وهو الفكر اللي احنا بنشوفه الدولة المصرية بتسعى إليه وبيتم تطبيقه على مدار السنوات القليلة الماضية. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد على وجودك معنا عبر الهاتف. لسه مستمرين في الحديث عن الملتقى الدولي للصناعة، لكن دلوقتي هنتكلم عن مبادرة ابدأ، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية اللي شاركت في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية. وفي حضور الرئيس السيسي تم استعراض جزء من جهود المبادرة على أرض الواقع على مدار عام كامل منذ انطلاقها في 29 أكتوبر 2022، واللي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب تعميق الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية. نتعرف أكثر تفاصيل أكثر عن جهود المبادرة الوطنية ابدأ في سياق العرض التالي.
خلينا نفهم من حضراتكم المزيد من التفاصيل ونرى كده مبادرة الوطنية، مبادرة ابدأ، بشكل أكثر دقة من خلال انضمام المهندس مينا ماهر عضو المبادرة الوطنية ابدأ لتطوير الصناعة المصرية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك باشمهندس مينا. صباح الخير يا استاذ باسم، وصباح الخير استاذه ساره، وصباح كل الساده المشاهدين. صباح النور. الحقيقه احنا عايزين نفهم من حضرتك المزيد من التفاصيل عن المبادره الوطنيه ابدا، دور مهم جدا بتقوم بيه في تطوير الصناعه المصريه، في وجود توطين للصناعات المختلفه في مصر، وده حدث بالفعل، وده احد واحد من ثلاث محاور مختلفه بتعمل عليها هذه المبادره. لو توضح لنا هذا البند وبعد كده نتحدث في باقي البنود اذا سمحت. طبعا مبادرة ابدأ هي من الأساس هي تكليف من السيد الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. كانت الفكرة كلها ان احنا شايفين قد ايه يعني القطاع الصناعي كان بيعاني خلال سنوات كتير فاتت من عدم اهتمام للدولة، من سياسات يمكن مالية او اقتصادية بتضر مصلحة الاقتصاد سواء الرسمي أو الغير رسمي. كمان المستثمرين الأجانب يعني ما كانوش بيجوا بشكل كافي، اللي بالتالي بيأثر على وجود فاتورة استيرادية كبيرة جدا للمنتجات، في فرق أو في فجوة كبيرة جدا في الميزان التجاري. وتبسيطا على السادة المشاهدين، الميزان التجاري ببساطة هو الفرق بين الصادرات والواردات. فلو قدرنا نشجع المستثمرين المصريين بالشراكة كمان مع شركاء أجانب، بنقدر نضمن ثلاث حاجات رئيسية. وهي أول حاجة إن إحنا يكون عندنا منتج محلي نقدر نعتمد عليه كجودة، لأن الشريك الأجنبي بنفسه موجود، فبالتالي هو بيعمل الكواليتي كنترول أو الرقابة على الجودة. الجزء الثاني وده مهم جدا هو ان الشريك المصري بيكون موجود في السوق بقاله عشرات السنين، فدارس السوق كويس جدا وبيثق في المستهلك المصري. حتى لو كان مجرد ساعتها كان مستورد فقط الشريك المصري ده، لكن احنا بنكون حريصين ان نخلي المستوردين يتقلبوا يكونوا مصنعين. والحاجة الثالثة والأهم هي العمالة، لأن طبعا القطاع الصناعي يعني بيحتاج عديد من المهارات ومن العمالة المدربة اللي تقدر تخدم القطاعات الصناعية المختلفة. طيب أستاذ مين، عايزين نتكلم برضو عن افتتاح مدرسة ابدأ في الذكاء الاصطناعي، طبعا تماشيا مع الاتجاه العالمي، عايزين نعرف يعني تفاصيل عن هذه المدرسة. طبعا من ضمن أهداف المبادرة والقطاعات الرئيسية اللي بنشتغل عليها زي ما قلت حضراتكم هي العمالة، وفي قطاع مخصوص بيهتم بالتدريب والتطوير الخاص بالعمالة. وبالتالي لقينا ان احنا محتاجين جدا ان احنا يكون دايما في دراسة كافية ووافية قبل الدخول في السوق، بمعنى انه المدارس الصناعية دي هتكون دايما بتأهل الطلبة في مختلف المجالات مش في قطاع صناعي واحد. بدأت بالفعل امبارح كان في افتتاح لمدرسة في بدر ومدرسة تانية في دمياط. وطبعا احنا حريصين لسه ان احنا ننتشر في باقي المحافظات ان شاء الله، على اساس انه في طبعا قلاع صناعية كبيرة جدا بالذات في مجال مثلا زي مجال الأجهزة المنزلية. أوريدي المستثمرين المصريين موجود عندهم مدارس صناعية كبيرة جدا وبتعلم ناس وبيسافروا كمان يشتغلوا بره وهكذا، من كتر ما الجودة بتاعة التعليم ممتازة. فإحنا حريصين كمان إن ده ينتشر في باقي القطاعات الصناعية، ما يكونش قطاع صناعي واحد. وبالتالي إن شاء الله لسه كمان هيبقى في افتتاحات قادمة إن شاء الله. أكيد هيكون ليه مردود كبير في مجال الصناعة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس مينا ماهر عضو المبادرة الوطنية ابدأ لتطوير الصناعة المصرية. لسه بنتكلم عن الصناعة المصرية مشاهدينا الكرام والنهوض بالصناعة الوطنية اللي هو نهج استراتيجي للدولة المصرية، وبيعتبر أولوية في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة واللي بتعمل على تنفيذ خطة متكاملة وعدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وأيضا لتحديثه وتعميق التصنيع المحلي. السنوات الماضية شهدت توسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم تيسيرات غير مسبوقة من أجل تشجيع المستثمرين في
هذا القطاع اللي بيرتبط بعلاقات تشابك مع العديد من القطاعات الإنتاجية وأيضا القطاعات الخدمية. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل أو المزيد من التفاصيل في هذا العرض. دلوقتي لملف الصحة والحملة الأكبر، حملة 100 يوم صحة. وبعد مد العمل بحملة 100 يوم صحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تمكنت الحملة من تقديم أكثر من 43 مليون خدمة طبية منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي وحتى 26 أكتوبر الجاري في جميع محافظات الجمهورية. وتنوعت الخدمات بين دعم صحة المرأة وقرارات بالعلاج على نفقة الدولة وتقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة وغيرها من الخدمات. هنتعرف على تفاصيل أكثر في سياق العرض التالي ونرجع مرة تانية. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل من خلال الانضمام دكتور شريف حتى أستاذ الصحة العامة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور شريف، صباح الخير عليك. صباح الخير بس عليك وعلى السادة المشاهدين. صباح النور. عايزين نعرف من حضرتك المزيد من التفاصيل. احنا بنتكلم عن ربما الخدمات الصحية التي قدمت حتى الآن من خلال مبادرة 100 يوم صحة تعدل 43 مليون، وده بحسب آخر يعني إحصاء كان موجود في يوم 26 أكتوبر. بالتأكيد زاد لأنه كل يوم بيزيد بمئات الألاف من الخدمات الصحية. هل نقدر نقول أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات دعم زيادة للمنظومة الصحية في مصر كي تقوم بأداء دورها بشكل أفضل فيما يتعلق بالصحة العامة؟ ده صحيح، كلامك مظبوط جدا، لأن من أهم الأطوار للمنظومة الصحية مش بس أن احنا نعمل علاج للمواطن، ولكن هو بيسموها تحسين الصحة، هيلث بروموشن، أن احنا بنحسن من صحة المواطن. وده كان التركيز الأساسي للحملات الرئاسية زي 100 مليون صحة وزي غيرها، ودلوقتي 100 يوم صحة اللي تعتبر نموذج مصغر للحملات اللي فاتت قبل كده كلها، نموذج مجمع لكل ما سبق. نعم. بالضبط، مجمع لأنه بيقدم كل الخدمات بس بشكل مصغر، وبينتقل لأماكن البعيدة وبينتقل لأماكن اللي فيها خدمات أقل. وفي استجابة، والأرقام اللي حضرتك ذكرتها بتؤكد على استجابة المواطنين للحملات دي، وبدأ الوعي زيادة عندهم ويستجيبوا لأن هم يروحوا يكشفوا ويتابعوا. وزي ما تفضلت وقلت بقى في حالة للعلاج على نفقة الدولة وفي صرف أدوية، بصراحة تجربة رائدة اللي هي 100 يوم صح. دكتور شريف، أنا عايزة أخد من كلام حضرتك وأسأل حضرتك عن التغيير الجذري. احنا بنتكلم على 5 شهور من يونيو اللي فات وإنجاز كبير لحملة 100 يوم صحة في مختلف المجالات ومختلف الفئات كمان، لكن عايزة أكلم حضرتك عن التغيير اللي حصل في من ناحية الصحة البدنية والصحة النفسية من ناحية، ومن ناحية تانية برضو زيادة الوعي عند المواطن بأهمية الكشف.
بص يا سارة، زيادة الوعي ده بنقيسها مدى الإقبال على الحملات، فلما تلاقي إن المواطنين بدأ عدد التوافد يزيد معنى كده إن المواطنين بدأوا، وطبعا ده للإعلام كان ليه دور كبير جدا في الموضوع ده، إن هو في كل مكان في التلفزيون في الراديو في السوشيال ميديا بندعم هذه التجربة، وبالتالي الناس كلها بدأت تروح. ده بالنسبة للإقبال عليها والوعي الناس بالنسبة ليها. بالنسبة لي مردودها على حالة الصحة العامة نعم. فبالتأكيد ده بيقلل من اللي احنا عندنا جزء وقائي في الموضوع. انت لما بتتابع وبتروح تقيس السكر وبقول لك انك انت خلي بالك داخل على سكر، فبالتالي بتعمل اجراءات وقائية بتحمي من مرض السكر نفسه، كذلك الوضع بالنسبة للضغط وبالنسبة لأمراض الكلى وبالنسبة لأمراض النظر وضعاف السمع، وبالتالي انت بتقي نفسك من حدوث الأمراض اللي هي بتكلفك أكتر ما أنت كده كده تعرف الحالة الاقتصادية للمنازل مش قد كده قوي، فبالتالي أنت بتوفر على الأسرة نفقات. الوقاية بتفرق يا دكتور بشكل كبير طبعًا. جدا طبعا يعني حاجة ذكرت أن هو فيما يتعلق بالجزء أن كل هذه الخدمات بالمجان، سواء كنا بنتحدث عن فحص عن علاج عن أدوية عن إحالة حتى إلى العلاج على نفقة الدولة، ولكن عايز أسأل حضرتك على جزء الخاص بحملات التوعية اللي بتكون مرافقة لهذه المبادرة وأهميتها، لأن هي عليها جزء كبير جدا أيضا في التثقيف بثقافة صحية مناسبة للمواطن المصري، ياريت حضرتك توضح لنا. خلينا أقول لك أن أنا بما أن تخصصي كمان اسمه الطب الوقائي، فأنا متحيز جدا لحتة التوعية ما قبل الأمراض، فأنا بحبها جدا وبفضلها، يعني إن احنا نركز على دورها بشكل كبير، لأن زي ما قلت من شوية أنت بأديك مثال بسيط عشان ما خدش من وقتك كتير، إنسان جاي بيعمل فحص كده وأنت بتوعيه لقيت إن السكر بتاعه عالي فهو في مرحلة ما قبل السكر، فأنت قلت له لا والله خلي بالك من أكلك من ممارسة الرياضة من نمط حياتك من المشي من شوية إجراءات بكلفتكش أي حاجة خالص، لكن منعته أو حفظته من أنه هو يصاب، حفظته من أنه هو يبقى عنده مرض سكر يضطر ياخد أقراص أو إنسولين يخش في مضاعفات، فتخيل الفرق عامل إزاي لمجرد أن أنا بس طبقت شوية توعية. فدور التوعية هنا أنا برحييك أنك أنت ركزت عليه. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك دكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة لكل هذه التفاصيل. خلينا نشوف مع حضراتكم خدمة مهمة من خدمتنا اليومية، وهي عن حالة الجو وحالة الطقس. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وعلى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وأيضا على جنوب الصعيد. شوف مع حضراتكم دلوقتي استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات ونرجع تاني. وعلى رأس الساعة معادنا مع موجز إخباري والزميلة جاكلين ماهر، برحب بك مرة تانية جاكلين. شكرا سارة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر أهم الأخبار في موجز 10 صباحا.
العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. بحث الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، والذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للمواقف المتوازنة للسكرتير العام، وكذا لدور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني، فيما ثمن غوتيريش الدور الجوهري لمصر بشأن حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار. أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 8000 شهيد، نصفهم من الأطفال. يأتي هذا فيما جددت طائرات ومدفعيات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مناطق مختلفة في قطاع غزة. في الضفة الغربية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي. جاء ذلك إثر مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم عسكر في شرق نابلس ومخيم جنين وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. بدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة بعد أن انقطعت خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة، وأعلنت شركة الاتصالات الرئيسية العاملة في قطاع غزة عن العودة التدريجية لخدمة الاتصالات الثابتة والمحمول والإنترنت، وأوضحت أن طواقم الشركة الفنية كانت وما زالت تعمل كل ما في وسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانات. أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل إثر قصف إسرائيلي على الحدود، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن نقيبا من النبال من قوات اليونيفيل أصيب نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين في بلدة حولة قرب موقع العبادب بجنوب لبنان. شارك الآلاف في مظاهرة نظمت في مدينة سيدني الأسترالية تضامنا مع شعب فلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 23 على التوالي، وطالب المشاركون بالوقف الفوري للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. الآن نعود مجددا لهذا الصباح لاستكمال باقي الفقرات مع الزملاء سارة وباسم. تفضل يا باسم. جزيل الشكر ليكي من جزيل الزميل العزيزة جاكلين ماهر. مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم، ولكن بعد قليل هيكون معادنا مع فقرة استوديو هذا الصباح، لنا حديث متواصل عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الأزمة في غزة والاتصالات المكثفة للدولة المصرية من أجل وقف التصعيد ومساندة الأشقاء في فلسطين. عشان كده هيكون معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. طلع الصباح كل الجمال في طلعته والنور سرح سرح على عينينا في سنيته.
إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. مصر جميلة، مصر جميلة، خلي فاكر مصر جميلة. حيو صبح يا حيو كل، يا حيو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. واتصالات وجهود مكثفة بتقودها الدولة المصرية لوقف تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكان من ضمن الجهود دي اتصال تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واتصال آخر من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للتباحث حول جهود وقف التصعيد في القطاع وملف دخول المساعدات الإغاثية بشكل فوري. الأزمة في غزة كانت حاضرة أيضا في كلمة السيد الرئيس بالأمس على هامش فعاليات الملتقى الدولي للصناعة. كلمة السيد الرئيس تضمنت رسائل مهمة جدا هتوقف عند بعضها، ومنها ما قاله بأنه لا أحد يستطيع إيذاء مصر، وأن مصر حريصة على تخفيف حدة الأزمة في غزة واستقرار المنطقة، وأن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر. حديث مفصل عن الأزمة وجهود ورسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فقرة استوديو هذا الصباح مع ضيفنا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ ثورة. صباح الخير أستاذ باسم. صباح الخير يا دكتور، منورنا في هذا الصباح. ربنا يخليك. اسمح لنا نبدأ من يعني الاتصالات، وهي وإن كانت غير حديثة لأن الاتصالات المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بدأت ومن قبل حتى تصاعد هذه الأحداث. يعني مسار القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية القضايا، ولكن الاتصالات المكثفة بهذا الكم ربما كانت كثيرة وعديدة جدا على مدار الأيام الماضية، آخرها بالطبع الاتصال مع السكرتير العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش وأيضا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالأمس. كيف ترى أهمية هذه الاتصالات من أجل وجود ضغط أيضا لوجود تهدئة وإدخال المساعدات إلى غزة؟ طبعا يعني هذه الأزمة كانت كاشفة وبشكل كبير جدا لشخصية الدولة المصرية وقوتها في التعامل بشكل واضح مع أزمة هي حديث ومسار واهتمام العالم بشكل عام، وأثرت بشكل كبير جدا على المشهد الدولي في ظل حالة من التجاذبات السياسية الحادة وفي ظل حالة من الانسداد السياسي أدت إلى ما نحن فيه الآن، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي مرارا وتكرارا أن عدم إيجاد حل شامل للأزمة الفلسطينية سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع، سيؤدي إلى أنه سيكون هناك انفجار داخل الأراضي الفلسطينية نتيجة انسداد الأفق السياسي الداخلي وعدم الإيمان بمبدأ حل الدولتين. وبالتالي دور مصر يعني حتى قبل هذه الأزمة كانت دائما تسعى القيادة السياسية المصرية من خلال الرئيس السيسي للعمل على عودة القضية الفلسطينية إلى سدة المشهد الدولي مرة أخرى، ورب ضارة نافعة، هي ضارة كبيرة للأرواح والشهداء في الداخل الفلسطيني، ولكنها أعادت بشكل واضح القضية الفلسطينية مرة أخرى لتتصدر المشهد الدولي في ظل إيمان الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برغبتها وبشكل كبير إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين باعتباره هو المخرج الأهم لكيفية حل المشكلة الكبيرة التي لا تؤرق الشرق الأوسط فقط أو المنطقة العربية ولكن العالم أجمع. أكيد. استكمالا لرسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنروح لكلماته امبارح في الملتقى الدولي للصناعة، والأكد من خلالها أن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر، وكمان أكد على حرص مصر على استقرار المنطقة وأن لا أحد قادر على إيذاء مصر. قراءتك إلى هذه الرسائل؟ هي طبعا رسائل واضحة جدا. مصر تتعامل بسياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف، يعني هي بتتعامل بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية، ودائما كلمات الرئيس السيسي هي كلمات كاشفة وواضحة ومنضبطة.
بمعنى ان هو يسعى دائما الى احلال السلام في منطقه الشرق الاوسط، السعي وبشكل كبير الى التوسط في كل النزاعات وفي كل الصراعات اللي حدث ما بين اخواننا الفلسطينيين والاسرائيليين، للعمل على ترطيب وتهدئه الاجواء بشكل كبير. في ظل ايمان الرئيس السيسي انه لا حل لهذه الازمه الا بتنفيذ مخرجات وقرارات الجمعيه العامه للامم المتحده، قرارات مجلس الامن ذات الصله. وبالتالي ارى انها رساله واضحه، بالامس كانت رساله مهمه جدا، ان مصر لا تتآمر، لا تغدر، لا تخون. مصر دولة كبيرة ومحورية. مصر لديها دولة ذات سيادة ودولة قوية، ولا يمكن المساس بأمنها القومي. وأيضا أشار لنقطة مهمة جدا أستثارة بالأمس، وهي الجزئية الخاصة باتساع رقعة الصراع، وضرب مثل بما حدث في طابة ونوبع المصرية، وقال أن في بعض الصواريخ أو بعض المسيرات انطلقت من البحر الأحمر باتجاه أي مكان اتجاهها وأي مكان مخرجها، ولكن هو دلالة على أن هذا التحذير الكبير من الدولة المصرية باتساع دائرة الصراع بدأ يحدث على واقع الأرض، وبالتالي أصبح تهديد ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية ولكن للمنطقة العربية. وهذه الرؤية إذا كان العالم قد استجاب لها ما كنا قد وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. طيب، في تطورات أيضا أخيرة بتتحدث من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية موجود فيها أنه هو هتضطر إسرائيل للاستجابة إلى الضغوط الدولية، خصوصا الضغوط المصرية والضغوط الأمريكية، في إدخال المزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أول حاجة سؤالي لحضرتك عن الجهود المصرية والضغوطات التي تبذلها في هذا السياق. أيضا البعض بيرى أنه أهمية إدخال المساعدات إلى أهالينا في غزة، يعني هو مساعدة طبعا للأهالي في غزة ونصرة للقضية الفلسطينية، ولكنه أيضا حماية لمصر وإفشال لمخطط التهجير. تعليق حضرتك على هذا السؤال. سؤال مهم جدا وذكي جدا أستاذ باسم. بالفعل ده واقع، لأن مصر منذ اليوم الأول سعت إلى قصر الحصار عن قطاع غزة، تحركت على كافة المحاور من خلال شركائها الإقليميين والدوليين ومن خلال الأمم المتحدة. إحنا بنرى الأمين العام للأمم المتحدة لم يجلس في فندق ولم يجلس في غرف مغلقة، ولكنه انتقل على معبر رفح وفي العراء، رسالة واضحة على أنه يدعم الجهود المصرية بشكل واضح لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ولكن في تعنت واضح جدا من الجانب الإسرائيلي، وده اللي أعلنته بالأمس أن هناك بيروقراطية في تفتيش الشاحنات، وأن هناك رغبة حقيقية في تعطيل إدخال المساعدات الغذائية. وده اللي مصر بتبينه للعالم، أن التعطيل أو التأخير في إدخال المساعدات لقطاع غزة لم يكن أبدا من الدولة المصرية، ولكن كان من الجانب الإسرائيلي اللي بيتعنت بشكل واضح جدا لإدخال هذه المساعدات. وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال تعاونها بشكل واضح مع الجانب الأمريكي نجحت بشكل كبير جدا، لأن كان في رفض إسرائيلي ومنذ اليوم الأول لإدخال أي من المساعدات، ولكن إحنا وجدنا فريق من الشباب المصري المحترم الراقي، واللي وضع على عاتقه أننا مرابطون حتى الإغاثة، كدلالة واضحة على أن مصر لم تتأخر من خلال قيادتها السياسية أو حتى شبابها أو حتى تحالف العمل الأهلي لإدخال المساعدات لقطاع غزة. وده بيعطي رسالة للعالم وبيعطي رسالة للداخل الفلسطيني أننا لن تكونوا وحدكم، وبأن الدولة المصرية هي الدعم والسند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وأن الفترة القادمة ومن خلال التصريحات الإسرائيلية أن في ضغوط عليها بشكل كبير جدا لإدخال المساعدات، ستسمح بإدخال الكثير من المساعدات، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، لأن الدولة المصرية أخذت تعهدات من الجانب الأمريكي بشكل واضح بضرورة فك الحصار عن قطاع غزة، لأن ما وصل لقطاع غزة وهذا العدد الكبير من السكان، احنا بنتحدث عن 2.3 مليون نسمة، بنتحدث أن لا يمثل إلا حوالي 3% من احتياجاتهم. نعم. وده رقم ضئيل جدا. حيث. لابد أن تزيد نسبة المساعدات. أرى أن الفترة القادمة سنرى 20 و50 شاحنة في اليوم هتصل. وبعد ذلك هتزيد نسبة المساعدات، في ظل أن احنا شايفين على معبر رفح وعلى امتداده القوافل الإغاثية لا تتوقف، الشاحنات لا تتوقف. نعم. وبالتالي مصر فتحت رافد مهم جدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ولن يتوقف هذا الرافد. طيب دكتور حامد، استكمالا طبعا للجهود المصرية في مختلف الاتجاهات لتهدئة الأوضاع ومشاورات كتير، قمم ثنائية وقمم كبرى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف زعماء الدول العالمية، يعني دول العالم كله العربية والأجنبية، عايزين نعرف رؤية حضرتك لهذه الجهود. يعني أنا هاخد من آخر تصريحات بالأمس الرئيس ماكرون، لأن هو كانت من أهم الزيارات اللي جات للدولة المصرية، لأن مصر وفرنسا لديهم تنسيق واضح جدا فيما يخص التشاور والتأكيد على مبدأ حل الدولتين. وده اللي شاهدناه في كلمته بالأمس أمام الاتحاد الأوروبي.
كانت كلمات واضحة ومعبرة عن الرؤية المصرية الصائبة لحل الأزمة في فلسطين، لأن الرئيس ماكرون بالأمس أكد على ضرورة إيصال المساعدات الغذائية، ضرورة فتح وعدم وجود بيروقراطية حقيقية لإيصال كافة المساعدات، وألا يتحمل الجانب الإسرائيلي أن يتحمل الجانب الإسرائيلي تبعات التأخير، الإيمان بتنفيذ مبدأ حل الدولتين، الإيمان بضرورة ألا يكون هناك عقاب جماعي للمدنيين، التوقف عن الاستمرار في حصار قطاع غزة. هذه احنا اذا نظرنا لهذه التصريحات من الجانب الفرنسي تتفق تماما مع الرؤيه المصريه، وبالتالي تم عرضها بهذه الرؤيه على الجانب الاوروبي، واللي احنا شفناه في الايام الاخيره ان بدا يبقى في تراجع في العنف او الرؤيه الغربيه الواضحه للانحياز للجانب الاسرائيلي، وبدا يبقى حده اللهجه بتاعتهم اقل واخف وطئه، وده نتيجه الجهود المصريه الواضحه. تغيير في المواقف كمان، تغيير واضح، يعني حتى اصبح هناك ضغطا شعبيا حقيقيا على الحكومات وعلى صناع القرار في اوروبا بشكل كبير والولايات المتحده نتيجه التظاهرات الضخمه، ونتيجه ايضا انه لا امان ولا اسرائيل، وصلت الرساله انه لا امان ولا سلام لاسرائيل الا باستقرار الاوضاع باقامه دوله فلسطينيه عادله، وان حل الدولتين هو اقصر الطرق لحقن دماء الجميع، ولان استمرار هذا الوضع بهذا الشكل ما هو الا سيؤدي الى ان كل الاطراف ستكون خاسره في معادله ارى انها ان استمرت بهذا الشكل ستكون معادله صفريه. طيب حضرتك ذكرت اكثر من نقطه مهمه هنتوقف عندها يا دكتور حامد في اجابتك، ولكن خلينا قبل ما نروح لمبدا حل الدولتين نتكلم عن سياسه العقاب الجماعي، وهو الامر الذي تحدث فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل حتى قمة القاهرة للسلام، ولكنه كان محور مهم في قمة القاهرة للسلام، ورفض مصر بشكل قاطع لهذا الدور، وبالتالي كان في أهمية خاصة جدا للدور المصري في إبراز حقيقة الأوضاع وما يحدث على الأرض في غزة تحديدا. شفنا نتائج ربما لهذا الأمر في عدد من دول العالم اللي بدأت يبقى فيها مظاهرات حاشدة وكبيرة ومستمرة دعما لأهلينا في غزة وللشعب الفلسطيني وحل الدولتين. قراءة حضرتك لأهمية الدور المصري في إبراز الحقائق هنا كيف تراها؟ يعني أنا هرجع بقى للزيارة المهمة اللي قام بها وزير الخارجية الأمريكي للدولة المصرية وتصريحات الرئيس السيسي أن رد الفعل الإسرائيلي كان غير متناسب تماما مع ما تم في يوم 7 أكتوبر وسياسة العقاب الجماعي، وقال كده باللفظ إن رد الفعل الإسرائيلي لا يتناسب بأي حال من الأحوال بل يرتقي إلى مرتبة العقاب الجماعي تحديدا. ودور مصر أيضا في عدم فتح معبر رفح وخروج الرعاية الأجانب، ده كانت مصر وضعت نقطة رئيسية وقالت لن يكون هناك خروج للأجانب إلا بإدخال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، وده إن دل على شيء يدل على الشخصية القوية للدولة المصرية بأن الدولة المصرية دولة ذات سيادة لا يتحكم فيها أحد بل يكون هناك تنسيق وتشاور لخدمة القضية الفلسطينية في المقام الأول وإقامة دولتهم العادلة، وده اللي سعت إليه الدولة المصرية ليس فقط باعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية وقضية مصرية بامتياز، ولكن مصر دولة راعية للسلام، مصر من أوائل الدول اللي حققت أو كانت من أوائل الدول اللي أنشأت الأمم المتحدة، مصر تسعى لتنفيذ مبدأ حل الدولتين حتى لا يكون هناك اتساع لدائرة الصراع، مصر يعني كانت واضحة في سياستها في هذه الجزئية تحديدا باعتبار ان الأزمة الفلسطينية كانت كاشفة للكثير من المواقف الدولية، وبالتالي مصر كانت وأعطت رسالة واضحة انها لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفيتها على حساب الدول المجاورة سواء مصر او الأردن. هو فعلا دكتور يعني جهود الدولة المصرية تاريخية في دعم القضية الفلسطينية وطبعا رفض تهجير الفلسطينيين لأراضيهم، بتشوف حضرتك الدور ده ازاي قبل كده تاريخيا ودلوقتي خاصة طبعا؟ يعني أكثر من لو عدنا للعشرة أعوام السابقة وتحديدا منذ تولى الرئيس السيسي سدة الحكم هنقول إن 7 اعتداءات متكررة على قطاع غزة، أولى هذه الاعتداءات يا أستاذة سارة كان في أغسطس 20 2014، يعني بعد تولى الرئيس السيسي بحوالي 3 أشهر فقط، واستمر العدوان ده لمدة حوالي 51 يوم. الدولة الوحيدة اللي نجحت فيما لم تنجح فيه حتى الدول الكبرى هي مصر، نجحت في إيقاف العدوان وتدخل المفاوض المصري، ولا بد أن أشيد على المفاوض المصري لأنه اتسم بالحكمة واتسم بالرشد واتسم بالموضوعية واتسم بالثقة بين الأطراف ونجح في وقف إطلاق النار بعدما كانت تتعرض غزة في هذا التوقيت أيضا لهذا المنحى الخطير اللي كنا بنشاهده الآن، ولكن لحكمة الدولة المصرية تأخر هذا المشهد لمدة 10 أعوام. وأيضا في عام 2019
ايضا نجحت الدوله المصريه في وقف اطلاق النار، وكان في دور مصر بقى كبير جدا في مايو 2021 واستمر هذا العدوان لمده 11 يوم متتالي. سقط اكثر من 250 شهيد من اشقائنا الفلسطينيين، ونجحت الدوله المصريه في وقف اطلاق النار ثم تثبيت وقف اطلاق النار، اعاده اعمار غزه، تقديم ال 500 مليون دولار، بناء اكثر من 3 مدن سكنيه لتعويض من فقدوا وتضرروا من الهدم او القصف العشوائي من قبل الاحتلال الاسرائيلي، فتح معبر رفح، تقديم اكثر من 3200 طن من السلع الغذائيه. وبالتالي مصر تحركت على كافه المحاور والمستويات للعمل على الا يكون هناك اي ايذاء للشعب الفلسطيني. ولاول مره في هذه الاعتداءات تحديدا نرى صور رئيس مصري ترفع داخل قطاع غزه وصور الرئيس السيسي، وعلى بنرات كبيره كدلاله كبيره جدا على حجم وامتنان الشعب الفلسطيني للقياده السياسيه المصريه، باعتبار ان مصر قدمت الغالي والنفيس، سواء دماء سواء شهداء سواء كل ما تملك لدعم القضية الفلسطينية على كافة المحاور، وده دور تاريخي. بالإضافة إلى أن كان في اعتداء أيضا في 2022، ولكن كان في اعتداء أخطر في أوائل هذا العام في شهر يناير الماضي، وده كان مصر نتيجة أنها كانت تعي أن كان في مخطط إسرائيلي لزيادة الاعتداءات على قطاع غزة، قامت بالمشاركة في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ والتنسيق مع الإدارة الأمريكية وعقد اللقاء الخماسي للعمل وبشكل كبير على ألا يتم التصعيد في قطاع غزة. ولكن هناك خطة ممنهجة منذ أن أتت هذه الحكومة للسعي إلى يعني نسف مبدأ حل الدولتين، وبالتالي لن يكون هناك استقرار بشكل واضح في المنطقة إذا استمرت هذه الحكومة الإسرائيلية المتعنتة على نهجها واتخاذ الكثير من إجراءات أحادية الجانب اللي هتؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى اتساع دائرة العنف وسيقابل العنف بالعنف. بالتأكيد بالتأكيد. طيب نحاول كده نفكر مع حضرتك أنه اللي بيتابع الأمور في الشرق الأوسط بيشوف تنامي كبير للدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على مدار السنوات والعقود الماضية. هفتكر مع حضرتك كده المقال اللي يمكن تناولناه حتى في الحلقة النهاردة من مجلة فورن بوليسي، واللي كان بيتحدث عن أن هو لا حل بالنسبة لقضية الفلسطينية من غير الدور المصري اللي بيعتبر لاعب أساسي في هذا الموضوع. وبستشهد مع حضرتك برضو بالمظاهرات اللي كانت موجودة في تل أبيب نفسها من أهالي المحتجزين أمام السفارة المصرية مطالبين يعني بمساعدة من مصر في الإفراج أو في أن هو وجود أو عودة المحتجزين والإفراج عنهم. يعني الكل بلا استثناء بيعترف بأهمية الدور المصري في هذا الشأن، وبالتالي مصر بتنادي وبشكل واضح بثوابت للقضية الفلسطينية لم تتغير على مدار السنوات. كيف يمكن تفعيل هذا الدور بشكل أكبر؟ يعني إيمان الدول الفاعلة في القضية الفلسطينية بالدور المصري لا يمكن أبدا أن يتم المزايدة عليه. مصر هي صاحبة الدور الأول في القضية الفلسطينية تاريخيا وحتى في المواقف الآنية أو الحالية، والرؤية الأوقع والرؤية اللي تتفق بشكل كبير جدا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إرساء قواعد السلام، مع تنفيذ مبدأ حل الدولتين. وده الإيمان الكبير جدا عندما يتظاهر الشعب اليهودي أمام السفارة المصرية، دي دلالة واضحة على أن مصر صانعة السلام، على أن هناك أصوات عاقلة داخل هذا المجتمع اليهودي، أن مصر هي القادرة على لعب أدوار مهمة جدا لحقن، لأن في رعب الآن في داخل إسرائيل. صواريخ المقاومة بدأت تصل إلى تل أبيب بشكل مباشر، والقبة الحديدية تساقطت أمام المقاومة الفلسطينية، وبالتالي الشعب الإسرائيلي الآن هو يعلم أنه في اتجاه نيران المقاومة الفلسطينية، ويسبب هذا قلق كبير، ولن يعيشوا للأبد تحت في الملاجئ، وبالتالي عليهم أن يدركوا أن أمنهم من أمان إقامة دولة فلسطينية ومصالحهم كذلك. تهديد خطير جدا للاقتصاد، اللي احنا بنتحدث عن انهيار كامل الاقتصاد الإسرائيلي حتى مع الدعم الأمريكي، ولكن هناك يعني أكثر من 912 مليون دولار بتتحملهم إسرائيل كل 3 أيام من طلعاتها الجوية ومن ضرباتها اتجاه قطاع غزة. الشيك الإسرائيلي تساقط بشكل كبير جدا، البورصة الإسرائيلية قصرت الكثير، بالإضافة إلى هروب جماعي الآن في
في مطارات تل أبيب وبن غوريون واللد، كلها المطارات الآن أصبحت هناك كما يقال هجرة جماعية لخارج إسرائيل خوفا على حياتهم. وبالتالي الأوضاع داخل إسرائيل غير مستقرة، وده اللي شاهدناه أولا من المطالبة من مصر للتدخل في ملف الأسرى، لأن ملف مهم جدا وهتزيد أهميته بشكل كبير جدا. أستاذ سارة أستاذ باسم، في الفترة الكبيرة الفترة القادمة ستزيد الأهمية الكبيرة جدا، لأن ده ورقة ضغط مهمة جدا في إيد المقاومة الفلسطينية، لأن هذا الملف ستزيد أهميته داخل المجتمع الإسرائيلي اللي بيهدده الآن بدلا من أنه سيكون المظاهرات في أماكن ضيقة أو في الغرف المغلقة أو للتعبير عن استيائهم من تصرفات الحكومة الإسرائيلية إلى الانتقال إلى الشارع، يعني هيقولوا إحنا نتحرك بقى ونعمل مظاهرات في الشارع، وده بشكل كبير جدا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي لابد أن يكون هناك لغة العقل، لابد أن يتم وقف إطلاق النار بشكل فوري، لابد من الاستجابة للرؤية والسردية المصرية الواضحة في أنه لا أمان ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين. وكل ده يعني مصر دائما وأبدا ما تنادي به، ولكن ليس هناك صوت عاقل للمجتمع الدولي أو حتى داخل إسرائيل لسماع هذا الصوت الذي من المفترض أن يرن داخل الأذن في الحكومة الإسرائيلية ولدى الشعب اليهودي. طيب دكتور حامد، عايزة في نقاط بسيطة رؤية حضرتك بشكل عام للمشهد الحالي واللي ممكن يتم الفترة الجاية. طبعا حتى هذه اللحظة هناك تخبط كبير جدا، يعني منذ قليل كان في تغريدة خرج بها نتنياهو بيحمل رئيس الاستخبارات الداخلية ورئيس الشباك من أنهم لم يتم اختارهم بأي شكل بالعملية التي قامت بها حماس يوم 7 أكتوبر، ثم قام بحذف هذه التغريدة، وده دلالة واضحة على أن هناك نوع من أنواع التخبط بين الأجهزة وانقسام حاد في مشهد الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تراجع النفسية، وهناك إحباط كبير لدى الجيش الإسرائيلي بعد عملية 7 أكتوبر، وده اللي يؤدي وبشكل كبير إلى أن نتنياهو لن يقدم الآن على أي اجتياح بري نتيجة أيضا الضغوط الأمريكية. وبالتالي لابد من الآن العودة إلى مسار الرشد، وكفى انتقاما، يعني إسرائيل بتتبع سياسة انتقامية واضحة تجاه الشعب الأعزل الفلسطيني، وعليهم أن يتوقفوا عن هذه السياسة لأنها ليست سياسة أمان لدولة إسرائيل. وبالتالي أرى أن الأوضاع لابد أن يكون هناك تغليل بلغة العقل والضمير الإنساني، وتتوقف الآلة العسكرية، وبدلا من أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية 45 طائرة مساعدات لأسلحة لإسرائيل و8 مليار في 15 مليار في الـF-35 والبارجتين وكل ده، عليها أن ترسل مبعوثين سلام، عليها أن ترسل مبعوثين سلام لإحلال السلام في الشرق الأوسط والوصول إلى تهدئة حقيقية تكون دافعة لعملية السلام. طيب دكتور حامد، في حضرتك ذكرت في سياق حديثك أنه الاجتياح البري هو مش الحل، ومعروف يعني على مستوى العسكرية في العالم أن هو هذا الأمر ما يسمى بحروب المدن هو ليه تكلفة باهظة باهظة الثمن. هل تستطيع أصلا إسرائيل أن هي تتحمل هذه التكلفة؟ يعني كل الأمور بتشير إلى أن هو لازم يرجع حل الدولتين كما تنادي مصر دائما وأبدا، وأن الجهود المصرية في هذا الشأن هي لصالح الإنسانية في المقام الأول، ولصالح الدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، ولصالح حتى إسرائيل طبعا، لصالح الجميع. كيف ترى هذا؟ إذا استمرت هذه الأوضاع بهذا الشكل كل الأطراف خسيرة، ولكن ماذا سيخسر قطاع غزة بعدما خسر؟ هو خسر كل شيء، خسر بنية تحتية، خسر أرواح، خسر مستشفيات، خسر كل شيء، وبالتالي ليس لديه ما يخسره. وبالتالي إحنا بنحول 2 مليون و3 من عشرة نسمة فلسطينيين لجيش هيحارب ضد إسرائيل بكل ما يملك نتيجة أنه خسر كل شيء، لا يملك أي خيار لا يملك أخر. أي شيء، وإنت وضعه في حصار خانق، وبالتالي سينفجر. يعني هنتحول مرة أخرى إلى صراع عودة بقى لتفخيخ النفس والعملات الإرهابية، واللي هتأثر بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن إسرائيل غير قادرة على الاجتياح البر الآن لعدة أسباب. السبب الأول رفض أمريكي، السبب الثاني أن هناك انخفاض حقيقي في المعنوية للجيش الإسرائيلي، ولكن في سببين بقى رئيسيين، أن إسرائيل لا تتحمل بأي حال من الأحوال كم الخسائر البشرية، لأن العملية دي هتوقع الكثير من الخسائر البشرية، في ظل أننا يعني إسرائيل فقدت 1400 شخص منهم في العملية بتاعت 7 أكتوبر، بالإضافة إلى أن إطالة أمد الحرب لدى إسرائيل لا تستطيع أيضا تحمله، لأن إسرائيل تعتمد بشكل واضح على سياسة الحرب الخطيرة
العاطفة اللي هي بتمتد من 4-6 أسابيع فقط، ولا تستطيع أن تستمر في فترة طويلة في هذه الحرب، لأن التعبئة العامة للجيش الإسرائيلي بتكون من الشعب اليهودي حوالي 18%. 18% ده بيؤثر على كل قطاعات الاقتصاد، بيؤثر بشكل كبير جدا في ظل انهيار واقع كبير جدا لكل مظاهر الحياة داخل تل أبيب. تل أبيب أصبحت الآن يعني مهددة بشكل كبير من صواريخ المقاومة، وبالتالي أرى أنها عليها أن تراجع نفسها في الاجتياح البري وأن تسعى إلى إحلال السلام والعودة مرة أخرى إلى مسارات تفاوضية. الحقيقة دكتور حامد يعني نقاش مهم جدا وتفاصيل كتير فتحناها مع حضرتك وتكلمنا فيها مع حضرتك، بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. شكرا أستاذ سارة، شكرا أستاذ باسم، كنت سعيد بوجودي معاكم. كل الشكر لحضرتك، احنا لسعداء جدا بوجود حضرتك، نورتنا وحطيت النقاط على الحروف كما يقال. كل الشكر لحضرتك دكتور حامد. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، هننتقل مع حضراتكم دلوقتي الى مجموعة أخرى من الأخبار، أخبار أخف يعني نكسر بيها في حلقتنا النهاردة، أخبار الرياضة هتكون مع الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. برحب بيكي من جديد يا جاكلين. شكرا يا باسم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الرياضية. فريق الأهلي مرنه الختامي على استاد لوفتوس بجنوب أفريقيا أمس، وهو الملعب الذي سيستضيف المواجهة المقررة اليوم بين المارد الأحمر المصري وفريق سان داونز الجنوب أفريقي في 3 عصر اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة ذهاب الدور النصف النهائي للدوري الأفريقي. وقد أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. فاز فريق الجونة على النظيري فاركو بهدف نظيف سجله أحمد بالحاج في الدقيقة 19 من المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب أمس السبت ضمن منافسات الجولة 5 من بطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يرفع الجونة رصيده إلى 5 نقاط، بينما يتجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط فقط. حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا هاما على نظيره المقاولون العرب ب3 أهداف مقابل 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 5 من منافسات الدوري. وبهذا الفوز يحتل الاتحاد المركز 6 في ترتيب جدول الدوري، بينما يتجمد المقاولون العرب عند 17 برصيد 2 فقط. سقط فريق تشيلسي في العديد من الأرقام السلبية عقب خسارته أمام نظيره برينتفورد ب2-0 في الدربي الذي جمعهما أمس ضمن منافسات الجولة 10 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وتراجع تشيلسي إلى 11 في ترتيب الدوري برصيد 12 بعدما تلقى هزيمته 4 هذا الموسم مقابل فوز وحيد على ملعب ستامفورد بريدج من أصل 6 مباريات. حسم فريق ريال مدريد الكلاسيكو الإسباني على حساب غريمه التقليدي برشلونة ب2-0 في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري. وسجل الألماني جوندوغان هدف برشلونة بعد مرور 7 دقائق على المباراة ليعادل الريال النتيجة في الدقيقة 69 عن طريق لاعبه جود بلينغهام، والذي أحرز أيضا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة. أحرز
أحرز المنتخب المصري للكاراتيه 6 ميداليات متنوعة في منافسة بطولة العالم المقامة في مدينة بودابست بالمجر خلال الفترة من 24 وحتى 30 من أكتوبر الجاري، بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وثلاثة برونزيات، حيث توج البطل المصري عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في منافسة الفرد وزن 75 كيلوغراما، كما حقق يوسف عماد الميدالية الذهبية في منافسة الفرد وزن تحت 84 كيلوغراما. نجح لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج عبد الله ماندو في حصد ميدالية برونزية خلال منافسة دورة الألعاب العالمية المقامة في السعودية خلال الفترة من 20 وحتى 30 من أكتوبر الجاري، وفاز ماندو بالميدالية البرونزية بعد خسارته في نصف نهائي البطولة أمام بطل منتخب البوسنة والهرسك. توج منتخب ناشئي كرة اليد بلقب البطولة الدولية الودية التي نظمها الاتحاد الروماني خلال الفترة من 26 إلى 28 من أكتوبر الجاري، وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الروماني في المباراة النهائية بنتيجة 36-25، وبذلك يكون منتخبنا الوطني قد حقق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الرياضية، أشكركم شكرا جزيلا. الآن نعود مجددا لهذا الصباح لاستكمال ما تبقى من فقرات مع الزملاء في الاستوديو سارة وباسم. تفضل يا باسم. كل الشكر ليك الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. مشاهدينا الكرام، بعد قليل هيكون معادنا مع آخر فقراتنا في هذا الصباح، وهي جولة الصحافة بنستعرض خلالها أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم. بيشرفنا في هذه الفقرة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. وصلنا مع حضراتكم لآخر فقرتنا في هذا الصباح مع جولة الصحافة وقراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم، ومشرفنا في الاستوديو الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة شباشي. صباح الخير عليك يا أستاذة فريدة. صباح الفل عليكي وعلى باسم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك، منورانا في هذا الصباح. منورانا دايما أستاذة فريدة. إن شاء الله في الانتصار بإذن الله. إن شاء الله. هنبدأ فقرتنا، بس هنروح دلوقتي نستعرض أهم العناوين وبعدين نرجع نتناولها بالتفصيل.
مشاهدينا اسمحوا لنا نبدا مع حضراتكم هذه الجوله بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس واللي استعرضته عدد من الصحف المصريه زي جريده الاخبار اللي بنقرا منها عنوان الرئيس السيسي يشهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعه. اهميه كبيره لدعم القياده السياسيه استاذه فريده للمبادرات الدوليه التشاركيه بين الكيانات الصناعيه على المستويات الاقليميه والافريقيه والعربيه وحتى الدوليه، ربما ياتي هذا الامر اتساقا مع توطين الصناعه المصريه وتطويرها الدائم. راي حضرتك في هذه ده هدف من اهداف الرئيس السيسي منذ البدايه، يعني منذ تولى او شاورت عليه قلوبنا. وانا هقول لك بقى، لان عموما كان في دايما للاسف كان في دايما يعني احتكارات واتفاقات على الربح الفردي مش للدولة المصرية، مش مصلحة هذا الدولة. الرجل كله للدولة المصرية. فهو بيشوف أكتر حاجة ممكن أولا تشجع الصناعة، لأنه يعني الأمل هو الصناعة. أكيد. يعني متأكيد. الزراعة ماشي كويس قوي، اكتفاءنا الذاتي وده هو بيشتغل فيه، لكن الصناعة هي اللي هتجيب لنا عملة صعبة نشتري بيها كل حاجة، وهي اللي هتوفر لنا حاجات كتير. يعني بدل احنا ما نجيب من بره وندفع، لا بالعكس احنا المحل. بنكون من مكوناتنا المحلية ومن الـ يعني الذهن المصري المنفتح على كل تطور ممكن، لان كل حاجة زي ما بقول دايما انت بتمسكي حاجة كده صغيرة وبتشكليها بتبقى تاخد أضعاف ثمنها أو قيمتها. صحيح. يعني فهو ده اللي بيحصل النهاردة وده اللي بيشجعه الرئيس. وكمان في حاجة مهمة جدا جدا أكيد أنتوا معاكوا، يعني إنه هو بيشجع كمان أصحاب الصناعة. يعني هو هيعمل لهم ده هياخدنا أستاذة فريدة للعنوان اللي جاي، ومن جريدة الأخبار عنوان جولة تفقدية للرئيس السيسي وحوار مع الصناع، وعنوان آخر من الجريدة نفسها الرئيس السيسي الدولة تدعم المستثمرين وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، ومن جريدة الدستور نقرأ عنوان أخير الرئيس السيسي يناقش عددا من المستثمرين المصريين في خطط التوسع ومضاعفة الإنتاج. حضرتك شايفة إزاي أهمية حوار سيادة الرئيس السيسي بالأمس مع عدد من المستثمرين؟ شايفة إنه ده بيدي أمل للمستثمرين وبيديهم ثقة وبيديهم يعني اطمئنان ان ما فيش حد هيبتدي مثلا يعني خلينا نقول يعني حد يعني يستثمر مكانته عشان يديهم حاجه، حد استغلال يعني، لا ما فيش. هم النهارده انتوا الدوله دي بتاعتكم وانتوا بتوع الدوله. يعني هو الرئيس قال لهم ايه؟ قال لهم انا هديكم ارض وهديكم يعني هعمل كل الخدمات يعني اللي ممكنة. نعم. وحديكوا برضو كل يعني كل ما يمكن للدولة تديهول عن الحوافز والمساعدات كل وكل ما يتم تذليله من عقبات. ربما ده بس انتوا تدوا للدولة بقى بالظبط. يعني انتوا فترة الخمس سنين اللي بديها لكم، لو عملتوها في سنة ونص هرجع لكم الأرض التانية. يعني في حوافز تشجيعية رائعة وعمرها ما حصلت قبل كده. طيب الحوافز دي هي برضو موجودة معنا في عدد من العناوين زي في جريدة اليوم السابع، هذا العنوان مصر لم تنسى الاهتمام بالصناعة، إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 5 سنوات للقطاعات ذات الأولوية، ورد 50% من قيمة الأرض حال إتمام المشروعات خلال 1.5 عام. شايف حضرتك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المصانع الاستعداد الكامل لتوفير أي دعم ممكن أن تحتاج إليه هذه المصانع من أجل التوسع في العمل، زيادة الإنتاج، زيادة التصنيع في مصر؟ حضرتك كنت لسه بتتحدثي في هذه الأمور. هو ده الأمل اللي جاي، وهو ده الإخلاص في قيادة هذه الدولة. احنا شوف بنزيد قد ايه وبقينا قد ايه ومحتاجين لموارد كتير جدا، والموارد دي ممكن نوصل لجزء كبير جدا منها بس بالأمانة اكيد وبحب الوطن، مش بالاستغلال وبال الرشاوة انت خد ده ويعني واديني حاجة يعني كده. لا يعني مصلحة البلد بصفة عامة، سمع وبصر الدولة، والدولة هي اللي بتقوم بده لأنها دولة جاية عشان المصريين أكيد. مش عشان فئة معينة ولا فصيل معين ولا طبقة معينة، دي
دولة بتاعت مصر كلها. وده ياخدنا برضه أستاذة فريدة الحديث عن مبادرة مهمة جدا الحقيقة وحققت إنجاز فترة الأخيرة وهي مبادرة إبدأ. وحنروح دلوقتي لجريدة الوطن وعنوان الرئيس السيسي يشهد الجهود التي قامت بها مبادرة إبدأ ويعد بدعم الشركات، وعنوان آخر من موقع مبتدأ تحت شعار صنع في مصر إبدأ تستعرض جهودها لدعم قطاع الصناعة، وعنوان آخر من الموقع نفسه مبادرة إبدأ تستعرض محاور عملها خلال المعرض الدولي للصناعة. وامبارح شهد سيادة الرئيس برضو الموقف التنفيذي لعدد من النماذج لمشروعات مبادرة إبدأ. حضرتك شفت إزاي إنجاز مبادرة إبدأ على أرض الواقع من ساعة ما بدأت لحد دلوقتي؟ أنا شايفة أنها حققت خطوات مهمة جدا وملموسة. وهو ده أنت عارفة لما يبقى أنا بتقولي لي كلام كده نظري، طيب أوكي هسمعك، لكن عشان أصدق ده لازم يبقى في إيدي حاجة مادية، يعني ماديا فيه ملموسة يعني فعلاً. ابدأ مثلا بتقول لي هعمل صناعة كذا وفي في مدرسة كمان بيعمل عدد من المدارس في مدرسة الذكاء الاصطناعي. الرئيس قال 100 مدرسة أفتكر سنويا مش كده؟ 100 مدرسة هيتم العمل أيضا عشان الفنية أو التعليم الفني بالظبط. ده مهم جدا على فكرة. أنت بدل ما تاخد عامل حد مثلا محتاج يشتغل ما بفهمش أي حاجة ولا يعرف أي حاجة، أنت بتأهله بحيث أنه لما يجي يعمل حاجة يتقنها، يستثمر المهارة اللي عنده بالضبط كده. وكمان هو من المهارة دي هو كمان حتى وضعه الاجتماعي بيتحسن يعني. ففي كذا تشجيع يعني. أنا دايما أقول أن أمل مصر هو صنع في مصر أكيد. بدليل أنه كان في حد رئيس حاجة كده مؤسسة ناصر أو حاجة مش عارفة إيه، كان في الخمسينات والستينات، كان مرة بيقول، أنا خدت الحوار بتاعه خدت التصريح بتاعه، قال إن أنت بتمشي في أفريقيا كلها، كنت في الستينات من أولها لآخر نقطة لغاية جنوب أفريقيا بتلاقي دايما شركة النصر عاملة حاجة منتجاتها موجودة هناك، يعني في حاجات مصرية. وهو الشعار ده زي ما حضرتك بتقولي شعار صنع في مصر، هو اللي احنا بنحاول نرجع وبقوة بشكل رائد فيه. ويمكن الأحداث الحالية أيضا بتساعد على الاعتماد، يعني رب ضرة النافعة أن طبعا. الأحداث الحالية طبعا. بتساعد على هذا الأمر. حضرتك تحدثي عن المدارس الفنية، وبالتالي هنا من جريدة الدستور هنقرأ هذا العنوان: الرئيس السيسي يفتتح عددا من مدارس التعليم الفني. امبارح يمكن تم افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني بعد تطويرها بشكل كامل، منها مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، غيرها من المدارس ايضا. حضرتك كنت لسه بتتحدثي في هذا الامر وشايفة او بتذكري اهتمام الدولة بالتعليم الفني وبناء مدارس متخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي. تأثير هذا الامر من وجهة نظر حضرتك على سوق العمل في المستقبل القريب جدا اللي هو بقى خلاص شبه طبعا. الحالي، وكمان سوق الذكاء الاصطناعي ده حاجة جديدة علينا ولازم نجاري ولازم نبقى نواكب العصر طبعا. ده في شبابنا. أنا لو سألتني إيه الذكاء الاصطناعي هقولك معلش لا مؤاخذة يعني ده الاتجاه العالمي كله يعني إيه؟ ده الاتجاه العالمي كله للذكاء الاصطناعي بالضبط كده. فالنهاردة إحنا بندخل ميدان ما كانش موجود أساسا، هو ميدان الذكاء الصناعي الاصطناعي. وده الشباب بتاعنا هو اللي مواكب وهو اللي متابع وهو اللي عارف جديد والفرص العمل اللي جاية الأكتر ومنتظر فرص العمل وتطوير حاجات كتير أكيد يعني في الصناعات والحاجات دي. طيب احنا لسه مع جريدة الدستور أو من جريدة الأهرام، وفي البداية بنوجه التهنئة لمؤسسة طبعا الأهرام العريقة بمناسبة صدور العدد 50,000 للجريدة. وبهذه المناسبة كتب سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للأهرام بعنوان تحية اعتزاز وتقدير، عبر فيها عن تقدير واعتزازه للصحافة المصرية وما تقدمه من دور هام في الوعي. شايف حضرتك اهتمام رئيس والدولة دايما بدور الصحافة والإعلام إزاي؟ أنا شايفة كمان الرئيس كان في منتهى الرقة وفي منتهى التنبه لخطورة لما هو بيتكلم عن حد إزاي الناس تتلقاها، لما قال أنا بقول للأهرام ولكل العاملين في الصناعة، يعني كل العاملين في الأهرام والصحفيين وكتاب وعمال وكله وكل الصحافة المصرية دي. الأهرام أصلها دي عالم من أعلامنا طبعا. الأهرام أنا مش عشان أنا بكتب فيها لا، بس هي حاجة عظيمة الأهرام.
يعني أنا برضو مش قادرة أنسى إن أنا مرة في شبابي دخلت مش عارفة في الطبق الإيه هناك، نسيت بقى طبعا، والله العظيم شفت في المجال اللي أنا ببص فيه أستاذ نجيب محفوظ، الأستاذ توفيق الحكيم، يوسف إدريس، دكتور يوسف إدريس، يعني شفت كذا حد، أنا اتخضيت ما بقتش مصدقة إن أنا هنا. يعني وسط كل دول يعني، ففي يعني تراث يعني نفخر بيه طبعا، وأثاره موجودة. الأهرام لعبت دور أساسي في ثقافة المصريين وحتى الوطن العربي كله طبعا، يعني فدي حاجة محتفظ بالخمسين ألف، العدد الخمسين ألف الخمسين ألف، عقبال يا رب الخمسمائة ألف إن شاء الله يفضل كده الأهرام. تاريخ عظيم، ومش عيب الواحد يكون منحاز لمؤسسة عريقة بهذا الشكل طبعاً. عشان كده عنوان آخر بنتناوله مع حضرتك في العدد الخاص لجريدة الأهرام، وهو مرآة الثقافة في مصر، كيف فتحت الأهرام صفحاتها أمام المفكرين والكتاب والشعراء، كيف حافظت على تغطية الحدث الثقافي. في نفس العدد أيضا هنقرأ عنوان من عبور أكتوبر إلى الجمهورية الجديدة، عنوان آخر ذاكرة أمة وتاريخ وطن، كيف ترين ما قدمته الصحافة المصرية يا أستاذة فريدة من تاريخ وأرشيف وذاكرة تاريخية مهمة جدا طبعا بصفة حضرتك كاتبة صحفية وإعلامية في الأساس. أنا بلاقي إن ده يعني شيء في منتهى الأهمية وفي منتهى الفايدة أكيد. لكل الأجيال المتعاقبة. يعني أنت النهاردة مثلا لو ما كانش الأهرام والصحافة والدور النشر يعني والإشعاع الثقافي المصري، إزاي كنت هتعرف مين طه حسين؟ كنت هتعرف مين العقاد؟ كنت هتعرف مين نجيب محفوظ؟ يعني في حاجات كده الثقافة والوعي فعلا طبعا لما بنكمل ونبقى فخورين بيها طبعاً. مش نبتدي نقول لا ده كلام وده مش عارف ايه، لا ده يعني تراثنا احنا فخورين بيه، لأنه مش بس مصري، ده عربي وعالمي. احنا عندنا أدبنا الراحل الله يرحمه الأستاذ نجيب محفوظ خد نوبل للأداب، فدي احنا دي حاجات نفخر بيها أكيد. ودي حاجات تليق بالمصريين وبمصر وتليق بكبار المبدعين المصريين حقيقة. واحنا الإشعاع الثقافي بتاعنا ده سلاح قوة ناعمة يعني انت تحس ده حتى في البرقية بتاع الرئيس للأهرام انه بيتكلم عن الثقافة والتنوير والتوعية، كل ده دور الإعلام، يعني ده مش حاجة بسيطة يعني أكيد. طبعا فإن شاء الله إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، والأهرام وكل الصحف المصرية إن شاء الله والإصدارات المصرية كلها يعني تبقى في أوج مجدها إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. كل التهنئة طبعا والتحية والتقدير لهذه المؤسسة العريقة، مؤسسة الأهرام، تاريخها حتى يعني بيتجاوز أعمار بعض الدول. يا أستاذة فريدة بنشكر حضرتك كل الشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة من هذا الصباح، نورتينا وشرفتينا أستاذة فريدة الكاتبة الصحفية الكبيرة طبعا فريدة الشباشي. شكرا شكرا لحضرتك شكرا. أستاذة فريدة نورتينا، ألف شكر لحضرتك وألف شكر لحضراتكم أيضا مشاهدينا الكرام. الشكر موصول لأن بكده وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، وطبعا كل التحية ليكي زميلتي العزيزة سارة سرهم. تحياتي ليك يا باسم، وبشكر مرة تانية الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. بنشكر طبعا زميلتنا جاكلين ماهر على مختلف الجولات الإخبارية، وبشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح.